لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. رسول الله هو الأجمل يا من تحب لأجل الجمال. رب قائل يقول: أنا أحب القوة والشجاعة، البطولة والإقدام، الصورة لا تشكل عندي فرقا. وتجد هؤلاء الناس يحبون الأبطال من القدماء، يقول لك عنترة أو المهلل أو من المحدثين مثلا بروسلي وغيرهم، وبتلاقي صوره في البيت وإلى آخره، بحب القوي، حبه يتجه إلى كل قوي بطل. إلى هؤلاء أقول: أما سمعتم أخبار قوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما سمعتم قول علي رضي الله عنه وهو من هو في البطولة والإقدام، وهو يقول: كنا إذا حمي الوطيس، يعني احتد القتال، اتقينا برسول الله، احتمينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشجاع منا، بدك تعرف البطل من المسلمين، والشجاع منا الذي يقاتل حيث يقاتل رسول الله في وسط المعركة، بدك تعرف البطل من المسلمين اللي بيقاتل قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا إذا لقينا جيشا أو حربا تقدمنا رسول الله فكان أول من يضرب، أول هواي، أول ضرب في المعركة من نصيب النبي. نعم، إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، هكذا كان، مش روحوا قاتلوا أنا والله بستنى. إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. جاء رجل اسمه ركامة وكان أقوى العرب في المصارعة، لم يصارعه أحد إلا كان التمرغ في التراب مصيره. جاء معه 300 رأس من الغنم وقال: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 من غنمي. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة، فقام وقال: هل لك في العود؟ ممكن نعيدها مرة ثانية؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 أخرى. فصرعه النبي في لحظة، فقام وقال: هل لك في العود؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 الباقية. فصرعه النبي في لحظة، فقام وقال: والله يا محمد، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا من تحب القوة، يجب أن يكون محبوبك الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام. رب قائل يقول: أنا أحب الكرم، يعجبني حاتم الطائي وأمثاله، يعجبني أولئك الذين يتغلبون على المال الذي هو المحبوب الأول عند البشر، وتحبون المال حبا جما. لكل هؤلاء أقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس قاطبا. جاءه رجل فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ولا مرة واحد طلب منه شيء وقال لا. وقال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، يعطيني وبكره، يعطيني وبكره، والطرد أخضر، صرت أحب أكثر من نفسي. أتي بمال من البحرين وكان أكثر مال أتي به، فأمر أن ينثر في المسجد، صار أكوان من المال في المسجد، فخرج من بيته وكان ملتصقا بمسجده، فوالله يقول الصحابة: ما التفت إليه، المال عنده مثل التراب، فوالله ما التفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، وما قام وثم منها درهم. لما قام ما كانش فيه ولا درهم، وزعه كلهم على الناس. تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. يا من تحب لأجل الكرم رسول الله والأكرم. رب إنسان آخر يقول أنا أحب العفو عند المقدرة. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما مكنه الله من أهل مكة وكانوا قد فعلوا به وبأصحابه أشد وأفظع ما يمكن أن يفعله الإنسان بالإنسان، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي صفة بدك؟ أي صفة تخطر على بالك؟ أخبروني بصفات القدوات عند الناس، لماذا أحبوهم؟ تحب التواضع في الرؤساء والأشراف والقادة؟ جاءه رجل فقال يا خير البرية، ينادي على النبي يا خير مخلوق، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم أحسن الناس ولست أنا، مع أنه أفضل وأعظم عند الله من إبراهيم، قالها تواضعا. في فتح مكة كلمه رجل فأخذته الرعدة، صار يرج أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي يقول له يا أخي هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قل لأمي كانت تأكل اللحم اليابس في مكة، ما تخافش أنا إنسان مثلك. ماذا تحبون؟ أي صفة يحب الناس لأجلها؟ الناس تحب في الأيام صاحب الصوت الجميل، مغني ولا ممثل ولا كذا، بيحب صاحب الصوت الجميل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فقرأ بوالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه. فيش صوت سمعته في حياتي أجمل من صوت النبي. تحبون الذكاء والعبقرية؟ اقرأوا إن شئتم كتاب عبقرية النبي لصاحبه عباس محمود العقاد. أي صفة بشرية تحبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ منها القدح المعلى ونصيب الأسد،